لليوم الثاني على التوالي مع حضراتكم في معرض هيس هوتيل إكسبو. ده أكبر المعارض في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط بالكامل في تجهيزات الفنادق والقرى السياحية والمطاعم وأيضا السوبر ماركت والحلواني والآيس كريم وغيره من كل مفردات جملة أو كلمة الضيافة. المعرض بتشارك فيه حوالي 260 شركة وفي أكثر من 12 دولة بتشارك بأجنحة داخل هذا المعرض. المعرض ناجح بكل المقاييس وبيدي صورة رائعة لقطاع السياحة والضيافة في مصر. احنا بنستعد بشكل كبير جدا لنهضة كبيرة جدا في القطاع السياحي، وخاصة بعد تنفيذ خطة الدولة بإنشاء 250 ألف غرفة فندقية. هنكمل رحلتنا مع الجدعان المشاركين في معرض هيس هوتيل إكسبو 2024، هنرصد قصص نجاحهم والخدمات اللي بيقدموها للقطاع السياحي في مصر. خليكم معنا.